حاليا بيحاول مستر كولر احساسي يعني او رؤيتي انه بيحاول يخلي ديانج يقوم بيها في الماتشات الاخيره. شايف امام هو افضل لاعب في خط امام النص. امام في الحته دي هيبقى ليه؟ لان هو دايما بيعمل تجمع ناحيه بيعمل ايه؟ زياده تفوق عددي بنسميه تفوق عددي، الثلاث لعيبه ناحيه الشمال مثلا علي معلول وامام عاشور وحسين الشحات، تخيل جابها فيها علي معلول وامام عاشور وحسين الشحات، الجبهه دي هتبقى جبهه ناريه. هو دايما هو ليه امام عاشور تحديدا؟ امام عاشور مميز بالتحرك بدون كوره، ومارسيل كولر عنده حته فكره الرجل الثالث، ان انا دايما اللعيب الثالث اللي هم الثلاثه اللي في وسط الملعب بيكمل جوه المنطقه زي ما حمدي فتحي كان بيعمل، وزي ما ديانج الماتش اللي فات لما كوكا لعبها له، وحمدي ديانج جاي منين؟ جاي من ورا. تعال نتفرج برضو على بروفايل امام عاشور في الانديه اللي لعب فيها وارقامه في الانديه والمراكز اللي لعب فيها. طب خلينا نروح لكريم بس في جزئيه انه خط نص النادي الاهلي عليه عبء كبير جدا، او مش خط نص بس يا كريم، هو السكواد الاهلي كله، بالنظر لطبيعه المنافسه والبطولات اللي الاهلي هياخدها الموسم اللي جاي، في ناس كتير ممكن تقول لك هو الاهلي لسه محتاج يدعم خط نصه، هو الاهلي لسه محتاج يدعم سكواد فريق باكتساح خد كل البطولات اللي شارك فيها بما فيهم دوري ابطال افريقيا، موسم جاي عندك بطولتين في منتهى الليفل المنافسه فيهم قوي جدا زي الدوري الافريقي اللي هو كان سوبر ليج، زي بطوله كاس عالم الانديه في اخر ظهور ليها في نسختها الحاليه. شكل التدعيم اللي الاهلي بينتظره وحجم الاضافه اللي ممكن يمثلها امام عاشور من وجهه نظرك في الموسم اللي جاي. طيب شوف، بص يا احمد، خلينا نتفق ان اي مدير فني جديد بيمسك فريق بيبقى هو اصلا عنده قناعات وعنده تطلعات. بيخش النادي بيشوف ايه الادوات المتاحه ويبدا يأيفها على قناعاته، وبيقول لنفسه دلوقتي الادوات اللي عندي دي تخليني انفذ مثلا يعني 60% من قناعاتي، لان استحاله مدير فني جديد بيخش نادي بيلاقي 100% من اللي هو من ادوات، مستحيل ده مستحيل. بيفضل يشتغل على مدار سنه او خليني اقول انا احساسي برضو كريم ان كولر قدر يقرا قماشه اللعيبه اللي معاه ويوظف جزء كبير جدا منها طبقا للي هو عايز يعمله او يطبقه مع نادي الاهلي. ما احنا خلينا بقى ايه نبص على شفنا لعيبه كتير قوي السنه دي بتقدم مردود ومشيتها كويسه ومفيش اختلاف على امكانياتها، لكن شفنا مردودها في الملعب صحيح مختلف جدا مع مارسيل صحيح كولر. بس خلينا نبص على التجربه من بدايتها ونشوف ازاي هو وصل امام عاشور، فوجئت نظري ازاي وصل امام عاشور. هو منذ البدايه مارسيل كولر اتفرج على ماتشات الاهلي السنه اللي فاتت، اتفرج كتير قوي، وبدا يعرف ان الفريق ده بيلعب ب 4-2-3-1 او 4-3-3، دول الطريقتين اللي احنا بنلعب بيهم. قلما ما بنلعب 4-1-4-1 لان ادواتها مش كامله. هو بدا ينفذ بعض من افكاره في الاول خالص بطريقه فجه جدا وبطريقه واضحه، وهنفذ قناعاتي. بدا يعني عارف زي السفينه اللي نزلت البحر وعماله تضرب كل يعني من وقت للاخر بشويه امواج، لغايه لما جت الموجه العاليه بتاعه ماتش سان داونز، ومن ساعتها بدا كولر يعني ايه يطوع افكاره لصالح النادي الاهلي. بص بقى كده، من ساعه موجه سان داونز العاليه دي لغايه النهارده مارسيل كولر بدا يوظف اللعيبه بما يناسب اللعيبه اكتر من قناعاته. تعال نبص بقى لاختياراته للصفقات بدايه من شهر يناير ونمشي لغايه دلوقتي. مروان عطيه يعني اساسي 4-1-4-1، خالد عبد الفتاح مناسب له، كريستو مناسب له. هو بدا يوظف اللعيبه اللي بتخش بما يناسب بقى حلمه الشخصي اللي هو عايز يحققه. وما احلى من النادي الاهلي لتنفيذ احلامك طبعا. النادي الاهلي عنده كل الادوات وعنده كل الامكانيات يحلم زي ما انت عايز. اهم حاجه ان احنا نتفق على خطه عمل لغايه لما وصلنا لحلقه امام عاشور. امام عاشور في وجهه نظري واحد من اهم الصفقات اللي هتفيد مارسيل كولر. ليه بقى؟ لان مارسيل كولر بقى تعال نطبق اللي هو اوريدي بيعمله. هو بيلعب 4-1-4-1 في احيان كتير، وشفنا ازاي حول حمدي فتحي في بعض الاحيان يلعب مهاجم تاني. مزبوط. اهم حاجه يلعب بالراس. شفناه في ماتش نادي الزمالك لما عمل الاسيست الكهرباء، شفناه لما جاب هدف الانتصار قدام نادي بيراميدز، شفناه في الرجاء برافو عليه، ولما كمل بالظبط ورا خط الدفاع وكسر المسات التسلل وجاب الهدف التاني في الرجاء هنا في مصر. فانت بتتكلم اصلا حمدي فتحي اصلا مش 8، حمدي فتحي 9 من 10 6 مظبوط. لما نحوله ل 8 هنقلل شويه، ممكن يروح ل 7 ويروح 6 ونص. امام عاشور اصلا لعيب مهاري،
وبنتكلم لعيب كمان بيلعب رجليه الاثنين لحد ما بنفس المهاره، لعيب سكيلر امام عاشور بيرقص مواقف واحد على واحد يقدر 1 تو 1 يعدي. برافو عليه، وده كان سبب حتى توظيفه جناح امام عاشور. بعض الاحيان كان بيلعب اي مدير فني بيحطه جناح ليه؟ لانه عايز يخلق له مواقف واحد على واحد. امام عاشور الورك ريت بتاعه بيجري هاي، يعني ايه ورك ريت؟ يعني هو بيعمل ايه والكره مش في رجله، بيتحرك ما بيتمشاش. فتخيل لما تحط مروان عطيه اللي الورك ريت بتاعه عالي جدا كثنائيه مع امام عاشور ووراهم اليو ديانج، وضعا في الاعتبار ان احنا بنتكلم. لا لا انا هقف مع الحته دي، معلش هخليك تكمل، هديك المجال تكمل. بس وانا لو بتكلم مثلا يعني أي. انه 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 اليو ديانج، مروان عطيه، امام عاشور، هم ثلاثي خط نص الملعب، ازاي توظفوه؟ انا هحط طبعا اليو ديانج متاخر، هو اللي هو اللي سته طبعا. هو اللي سته لان مروان وامام عاشور هيدوك انطلاقه شديده جدا. وضعا في الاعتبار كنت عايز اقولها لك ان انت بتتكلم على مدير فني لا يؤمن بمركز ناقه اللعب، ما عندوش رقم 10 ده انا ما بحبوش. انا بحب اللعيب اللي بيديني دفاعيا وهجوميا وبيقدر ان هو في يعني عايزك تجري طول 90 دقيقة وتعمل كل ولا مركزية الألعاب. لا مركزية، ولو تعرف تطلع نار من بقك طلع نار من بقك. بالظبط بالظبط بالظبط. انا في وجهة نظري امام عاشور فعلا دكتور احمد القطعة المفقودة. تتفق مع انا مروان، انا شايف مروان